رموز التحليل كابتن طه اسماعيل. كابتن طه مساء الخير. مساء الفل يا كابتن سيف. وحشنا يا كابتن، ازي حضرتك؟ الله يخليك كابتن سيف، الحمد لله رب العالمين. كل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد يا كابتن. وانت طيب يا حبيبي، عيد سعيد عليك وعلى المسلمين جميعا وعلى اهل مصر جميعا والعرب جميعا والمسلمين في كل انحاء العالم. يا رب ان شاء الله ربنا يجعله عيد سعيد عليهم جميعا يا رب. هل النادي الاهلي النهارده يا كابتن راضي عنه؟ هل النهارده موسيماني اداؤه جيد؟ هل لعيبه الاهلي النهارده كانت عند حسن الظن؟ هل 4-0 هي نتيجه كبيره؟ هل الاهلي النهارده يعني تاهل بنسبه كبيره للنهائي؟ والميكروفون مع حضرتك. هو طبعا يعني النتيجه تعتبر نتيجه كبيره طبعا، ونتيجة جيدة، 4 أهداف، وكان ممكن يبقوا أكتر من كده، خاصة إن فريق وفاق سطيف لعب حوالي ساعة وهو ناقص لاعب اللي انطرد. النادي الأهلي أضاع أهداف كثيرة جدا، ولكن 4 أهداف تعتبر نتيجة مرضية طبعا بالنسبة لمباراة الدور الأول. في لعيبة تألقت في هذه المباراة طبعا، تاو يعني يعتبر نجم المباراة، سجل هدفين وعمل اسيست في هدفين، وطاهر ايضا ادى بشكل كويس، عمل اسيست في جول من الاهداف وسجل هدف. النادي الاهلي طبعا في الشوط الاولاني يمكن القائم صد كورتين، واحده لحسين الشحات واحده لطاهر على ما اعتقد، كان ممكن يبقوا اهداف. النادي الاهلي يعني في نص حالته، ليس في احسن حالات النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي لعب مباريات في الدوري الاخيره وكان في حاله غير جيده بالمره، سواء مباراه الاتحاد اللي فاز فيها او مباراه المصري اللي خسر فيها. طب كابتن طه، كابتن طه انا اسف على المقاطعه هنا في سؤال بس. سيراميكا. هاي اتفضل. النادي الاهلي يا كابتن طه في نص حالته. ايوه السؤال. النادي الاهلي في نص حالته كسب 4، طب النادي الاهلي لو في حالته يكسب كام؟ نعم. لا كان ممكن يكسب كتير، بس انا الفكره مش، انا ما بفكرش في الماتش ده. الماتش ده النادي الاهلي تفوق فيه بشكل جيد وسجل 4 أهداف، طبعا هيساعدوه في مباراه العوده. لكن النادي الاهلي زي ما بقول، ما هو اصل الحاله اللي سابقه لهذه المباراه هو النادي الاهلي بدنيا مش كويس او مش في احسن حالاته. أنا بهيب بالنادي الأهلي إن هو يستعد استعداد جيد، ليس عشان مباراته في آخر الصيف الثانية، ولكن أيضا عشان المباراة النهائية مع الوداد اللي فاز في مباراته مع أتلتيكو 3-1 خارج ملعبه، باعتبار إن هو في ملعبه هيفوز وهو في حالة جيدة جدا. أنا بتكلم وأقول إن النادي الأهلي مش في يوم وليلة بقى هو يعني حالته اتغيرت بشكل كبير، هو سجل 4 أهداف، لكن ايضا النادي الاهلي ما زال بدنيا ما هوش في كامل عافيته، استمرار للثلاث اربع مباريات اللي فاتوا في الدوري. ولذلك لازم النادي الاهلي عشان المباراه النهائيه يستعدلها بشكل كويس، وليس بس المباراه النهائيه ولكن مباريات الدوري العام اللي النادي الاهلي خسر فيها 7 نقاط في الاربع مباريات الاخيره، ولو كان عنده رصيد في النقاط ضاع في هذه المباريات اللي خسر فيها مباراة المصري ب3 نقاط، وتعادل مباراتين مع طلائع الجيش ومع سيراميكا، طبعا دول 7 نقط غاليين جدا، وبيبينوا ان النادي الاهلي مستواه بدنيا ليس جيدا في هذه المباريات. والنهارده ليس استثناء، ولكن النهارده النادي الاهلي تفوق بخبرات لاعبته، وطبعا بالنقص العددي اللي لعب فيه تقريبا ساعة كاملة وهو متفوق عدديا، نجح في ان هو يسجل اهداف واضاع اهداف. ومباراة وفاق الصيف ليست مقياس للبطولة. النادي الاهلي يعتبر حط رجله في المباراة النهائية بشكل طبيعي، ان هو 4 أهداف مش هيخسر 4 أهداف في الجزائر، لكن انا بفكر النادي الاهلي في الدوري محتاج يقف على رجله احسن من كده. المباراة النهائية اللي لو وصل لها باذن الله تعالى مع الوداد محتاج استعداد كبير جدا، الوداد في احسن حالته. فانا بهني النادي الاهلي على النتيجه الكبيره اللي عملها النهارده،
لان دي برضو ما فيش شك ان هتدي معنويات كبيره للعيبه في الفتره الجايه، بس انا محتاج ان انا اكثف شغلي وتجهيزي للفريق، وده نقد ذاتي، احنا بننقد انفسنا بذاتنا، ومش هنجمل الصوره اكتر من اللازم. انما نتيجه جيده جدا، والتاهل يعتبر بنسبه المباراه النهائيه، لكن ايضا النادي الاهلي لازم يستعد بشكل جيد في الفتره اللي جايه على اساس مباريات الدوري. هو خسر ارض فيها 7 نقاط في 4 مباريات الاخيره، ثم اذا كان هيوصل ان شاء الله للمباراه النهائيه فهيلاعب الوداد وهو في احسن حالاته. وزي ما سمعنا، ما اعرفش واتمنى ان ما يكونش صحيح هذا الكلام، ان عايزين يعملوا المباراه النهائيه في المغرب، وطبعا دي حتى انا شايف انها مش فير. الكلام ده كان ممكن يتم قبل ما البطوله تبتدي، يقول المغرب او يقول اي فرقه اي بلد، لكن النهارده واضح ان المغرب لها طرف وهو الوداد. فلما النهارده احدد ان المباراه النهائيه في المغرب، يعني معناها ان اديت ادفانتج كبير ونسبه وميزه كبيره جدا للوداد اللي هيلعب في بلده. فانا شايف ان المباراه لابد ان تلعب في ملعب محايد طالما اخترنا دلوقتي. لو الاختيار تم من قبل البطوله ما تبتدي، اوكي حلال على الوداد ان هو يلعب المباراه النهائيه في ملعبه، لكن الاختيار هيتم الان، فده اعتقد ان ده هيبقى فيه تحيز شويه. لكن انا بقول النادي الاهلي النتيجه عملها، انا بهني النادي الاهلي على النتيجه اللي عملها اللعيبه والمدرب واداره النادي، ان هم عملوا نتيجه جيده رغم ان النادي الاهلي ليس في اكمل حالاته، وده شيء جيد جدا للنادي الاهلي. لكن انا بهيب بالنادي الاهلي ان هو يستعد اكتر بالنسبه للمباراه التاليه اللي هي في الجزائر، ثم المباراه النهائيه اذا اتلعبت مع الوداد، ثم استدراك ما فاته في الدوري وهو خساره 7 نقاط في ال3 اسابيع او الاسبوعين اللي فاتوا. انما في النهايه انا بهني اللعيبه على الاداء اللي ادوه برغم كل الظروف، وراح فرص كثيره جدا في الشوط الاولي، والقائم صدع عده كرات في الشوط الاول، وحتى في الشوط الثاني يعني راح اهداف كثيره، ولكن في النهايه النتيجه تعتبر نتيجه مرضيه ونتيجه ايجابيه. انا اعتقد انها معنويا هتدي بعد كبير جدا للنادي الاهلي في استعداداته الفتره اللي جايه في الدوري العام وفي النهائي افريقيا. وارجو ان الناس ما تاخدش الكلام ان احنا بنكسر مقاديف في النادي الاهلي، لا، احنا عايزين النادي الاهلي يبقى في احسن صوره وعايزينه في احسن حاله. صحيح ده دور من الادوار، لكن الادوار الحاسمه وهي المباراه النهائيه ثم مباريات الدوري، حتى يستدرك النادي الاهلي ما فاته من نقاط ضاعت منه علشان يقدر يحافظ على هذه البطوله او يفوز بهذه البطوله. كابتن اللي هي طه، ليه سؤال بعد اذن حضرتك، برضه في فتره كانت صعبه شويه في نهايه الدوري. اتفضل حضرتك. الان على النادي الاهلي في البطوله الافريقيه اكتر ولا في الدوري اكتر؟ في الاثنين، يعني البطوله الافريقيه لو هتوصل نهائي مع الوداد برضه يبقى نوع من القلق، مش عايزه نقاش. الوداد فرقه كويسه جدا، وبدليل النتيجه الاخيره اللي هو عاملها مع اتلتيكو فايز خارج ملعب خارج ملعبه 3-1، اعتقد هتبقى هتسهل عليه ان هو في ملعبه يتاهل للنهائي ويفوز بسهوله، وهتبقى منافسه صعبه، والنادي الاهلي لابد يكون مستعد لها بشكل كويس. ثم ان في الدوري النادي الاهلي طبعا يعني عمل قلق لجماهيره في المباريات الاخيره، تعادله الاخراني مع سيراميكا، تعادله مع طلع الجيش، خسارته من المصري، وحتى فوزه على الاتحاد، دي كلها برضو نتائج كانت قلقت الناس على حاله النادي الاهلي. وفعلا يعني عشان نبقى يعني منصفين، وعشان النادي الاهلي لازم يعني يحلل اداؤه ذاتيا بموضوعيه، لازم يعمل حسابه ان هو يعني يعدل ويحاول يرفع من معدلات الفريق من النواحي البدنيه ويظبط النادي الاهلي بشكل جيد. ودي طبعا امور اعتقد النادي الاهلي سهل جدا ان هو يوصل لها بسرعه، وفي ظل هذه النتيجة الإيجابية اللي هو فاز فيها النهاردة ب4 أهداف، دي نتيجة كبيرة جدا ونتيجة مهمة جدا، لأنها تدي معنوية كبيرة للفريق إن هو يعمل في الفترة اللي جاية في مناخ إيجابي، وهو وصوله غالبا إلى المباراة النهائية بإذن الله تعالى. كابتن طه، بعد اللعيبة كان عليهم يعني حديث انتقاد زي بيرستاو وزيتار محمد طاهر، رأي حضرتك في أدائهم النهاردة؟
تاو النهاردة الحقيقة يعني عمل شغل كويس، شغل جيد جدا، سجل هدفين وعمل اسيست في هدفين، ودي برضو رجوع للحالة المعنوية الجيدة والحالة الفنية الجيدة، سواء في التسجيل أو في الاسيست وعمل الكرات السهلة لزملائه. طاهر محمد طاهر أيضا عمل اسيست في الجول الأولاني لتاو، ثم سجل هو هدف الثاني أو الثالث على ما أعتقد، واعتقد انه النادي الاهلي سيطر في كثير من الاوقات سيطره جيده جدا ميدانيا في هذه المباراه، وحتى في الفتره اللي كان متفوق عدديا يعني اتيحت له فرص وكان ممكن يزود الغله، لكن اعتقد 4 اهداف نتيجه تعتبر كبيره جدا في كره القدم. ليس من السهل ان النادي الاهلي يتاثر في المباراه الثانيه مع هذه النتيجه، وانا بهني النادي الاهلي على هذا الاداء الكبير جدا، وبهني الجهاز الفني، وبهني اللاعبين، وبهني اداره النادي على النتيجه الكبيره اللي عملها النهارده. راي حضرتك النهارده في قياده موسيماني الفنيه للمباراه، وتدي له كم من 10؟ موسيماني طبعا هو كان طبعا يعني محدود بحاجات معينه، يعني في حاجات حدته في طريقه اللعب، طبعا عدم وجود السوليه، ما فيش عنده في وسط الملعب غير ديانج وحمدي فتحي، ولذلك كان الطريقه الاسلم ان هو يلعب 4-2-3-1. يمكن لو السوليه موجود كان بيلعب 4-3-3، ودي 4-3 دي بتدي اضافات كبيره للنادي، على اساس الثلاثه اللي بيلعبوا في نص الملعب بيبقوا ساتر دفاعي قدام قدام المدافعين بتوع النادي الاهلي، ثم ايضا بيبقوا ضمان الثلاثه دول ل انطلاق الباكين بمنتهى السهولة، بحيث ضامنين التغطية من أحد الثلاثي اللي في نص الملعب إنه يغطي الباك شمال معلول إذا طلع أو هاني. وفي نفس الوقت برضه بيبقى واحد منهم الثلاثة زي حمدي بيبقى قدام الأربع باكات، ويبقى ديانج والسولية بيزيدوا شوية. أعتقد هو اتحرم من العملية دي، مضطر إن هو يلعب 4-2-3-1، ولعب فيها هاني ومعلول باكين وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، ديانج وحمدي فتحي في نص الملعب، وتلاتة بيلعبوا في نص الملعب على اليمين وعلى الشمال، طاهر وحسين شحات وعبد القادر، وقدامهم بيرسي تاو، وكان في يعني ديناميكية في تحركات المهاجمين بشكل جيد، تغيير محلاتهم، ما بيلعبوش بطريقة استاتيك واقفين، لكن طريقة ديناميكية أتاحت لهم فرص كثيرة جدا، ولذلك أنا شايف إنه قيادة المباراة ربما التغييرات اللي تمت، يعني موسيماني طبعا لعب من الدقيقة تقريبا حاجة و30 ضد 10 لاعبين، لكن يمكن ما فكرش في ان هو يعمل إضافة مبكرة. كم بيلعبوا 10؟ كم من 10 موسيماني يا كابتن؟ ولكن هو تغييراته دايما متأخرة شوية، يعني دايما في كل الحالات ما فيش تغيير قبل الدقيقة 60 يبتدي يغير، ودي لها يعني مزايا ولها عيوب، لكن هو النهاردة يعني حسب اللعيبة اللي موجودة ياخد يعني 8 من 10، حسب اللعيبة اللي موجودة اللي قدر يعمل منهم التشكيل اللي تم. 8 من 10 دي نتيجة كبيرة جدا. بشكرك كابتن طه، وألف مبروك، وأتمنى لك يا رب دايما التوفيق كده.